باكل هم هالشغلات لأنه اشترينا كل شيء. أكيد ما باكل هم وأنت معنا. بعتي هي على الكاشير وأنا بدفع الفاتورة. ماشي. يلا بنتي يلا. تفضلي. قل لي أستاذ، قديش الفاتورة؟ أهلين أستاذ، شرفت. ما تاكل هم شيء. أنا رح أحسب لك كل شيء وبعت لك الفاتورة على البيت. تفضل. الشيك فاضي، اكتب المبلغ هون بس تحسبه. لا يا أستاذ، ثقتك الكبيرة فينا خجلتنا وبتعني لي كتير. وأنت وثقت فيني، هيك تعادلنا. أنت عن جد ممتاز بتصفية الحسابات، أنت حدا كتير ممتاز يا أستاذ. تسلم، شكرا. أهلا وسهلا. مبسوطة بنتي. أعطيه. أنا بحملهم، أنا باخذهم عنك. ماشي. يلا نمشي. هاد التغى ما؟ لا أستاذ، رح نوصله على عنوان تاني. أنت رح توصله على عنوان تاني؟ إيه خلاص فهمت، ما كنت بعرف في عنوان تاني. ولا هي. طيب شكرا. ريشي، تصلحت سيارتك؟ ايه انا خبرت الميكانيكي وهو اجا صلحها. حلو كتير. لكان رح وصل ماما وسالوني، وانت خد ماليشكا ولاكشمي معك. لا لا، لو سمحت توصل لاكشمي انت. ايه كنت وصلتها بس طريقي عكس طريقة تماما، وعندي اجتماع مهم لهيك انت وصلها. لا 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 لا، مو مشكلة مو مشكلة، انا بوصلها. لازم وصل شالولة هيك باخدها معي. نمشي ماما؟ ايه يلا امشي. ماشي ابني، باي باي. تفضلوا. باي. يلا بالاسم. سلام. باي. مع السلامة. هي كل عمايلك، بعرف انه هي خطتك انت، انت بتضلي توقفي بطريق ريشي حتى بعد ما طلقت، وبدك تضلي توقفي بطريقنا. طيب انا رح روح مع ايوش احسن. ليش؟ ما رح خليك تروحي، انت رح ترجعي معي. رايحين على البيت، تعي معنا. يلا رح طلع السيارة. ريشي. لا باي. انتبهي على حالك. باي. ايوش منروح؟ استني بس شوي، استني. ولا يهمك، لا تاكل. منيح قعدت ورا، على القليلة هيك ما بتنسى قيمتها. بتمنى تضل ملتزمة بحدودها لوقت العرس، وإلا رح تضل عم تعمل لي مشاكل مثل عادتها. يعني انت شو صاير لك؟ في مشكلة يعني؟ شبكي. انا ما فيني شي، بس مبين من تعابير وشك انك تضايقت. حاجة تقري تعابير وشي؟ لانه مانك شاطرة، كل ما حاولتي تقري تغلطي فورا. فهمت، بس انت بتعرف كيف تقرا تعابير الوش، وبما انك خبير تفضل اقرا تعابير وشي وقل لي بشو عم فكر حاليا. يلا. وليش استعجلتي حضرة جنابك؟ مو كنتي جوا عم تلعبي طمامة؟ شو صار؟ ليش مستعجلة؟ شو رح تتزوجي بعد شوي يعني؟ ماليشكا طلعي. يلا. ايوش ايوش، شو عم تستنى لسه؟ أيوش يلا خلينا نروح. شالو شالو شالو، صار شي ما بيتصدق. شو؟ لك صار شي غريب ما فيني استوعبه. احكي لي أيوش، شو في؟ فيكرانت، هاد فيكرانت اشترطوا إن زواج. شو يعني اشترطوا إن لأختي؟ لا لا، شالو التاني مانو لمرت أخي. إذا مانو لأختي لكان لمين بده يكون أيوش؟ ليكي شالو، فيكرانت اشترى اثنين قدامي، واحد أمه اختارته شفتي، واشترى لهذاك الطوق، ومرت أخي اختارت طوق تاني.
وكمان اشترى وخلاهن يضبوا لحاله. شو؟ إيه لكان الطوق يلي اختارته مرت أخي كان تصميمه على الموضة، ووقتها هو قال لا لا ما بدنا هذا الطوق. تذكرتي يلي اختارته؟ ايه اشترى لهداك الطوق واشترى يلي اختارته أمه، بس خلاهن يضبوا هداك الطوق لحاله، ما أخدوا على البيت مع باقي الغراض يلي أخدوها على البيت. بس إذا هو ما أخدها على البيت لوين بده يكون أخدها أيوش؟ عطى الموظف تبع المحل عنوان تاني وقال له يوصل الطوق عليه. عنوان تاني؟ ايه؟ ولشو؟ هون الفكرة شالو؟ هاي هي المشكلة الكبيرة. إذا التاني كان لأختك لاكشمي، طيب ليش ما أخدوا على البيت مع البقية؟ وإذا العنوان يلي أعطاه للموظف عنوان بيته، ليش ما أخدوا معه على البيت؟